أول شيء الحمد لله رب العالمين، الله بارك فيك. أما بخصوص السباق، السباق والله كان سباق طيب، وسباق فيه سرعة وفي تنافس، والسباق مو بسهل. اللي بيقول لك سهل لا، السباق صعب، فيه سايبة وفي سير سير في شر. السر اجتهاد وتوفيق من رب العالمين، هذا هو السر، ما في سر. اجتهاد، رايات، خشب، تعديل وتوفيق من رب العالمين. 127 لا والله كان فارق، كان فارق، ما في منافسة. أخذ الأول بمستحق بمسافة بعيدة ومرتاح. كان التنافس بين الثاني والثالث والرابع، الجهود والحمد لله اللجنة المنظمة ما قصرت. تريت السايبة لين ما تدور حق استفاف الخشب، الحمد لله عقب ما دارت يلول حدوا المهام، الحمد لله رب العالمين. أعتقد أن هذا نهائي 43، خلاص ختامي الحين إن شاء الله 60، والله يوفق اللجنة. بس إن شاء الله أنهم يزيدون شوي بالمسافة في 60، تكون أطول عن مسافات 43.